مرحبا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اون ديماند. هنا حيث يتجدد الحديث عن السينما والتلفزيون وجديدها، ما بين انطباعات واخبار وكذلك تحديثات. يتجدد الحديث اسبوعيا كما عودناكم. نبدا حلقه هذا اليوم بالعناوين، وبعد ذلك نعود للحديث عن كل موضوع وبتفاصيل اكثر. Of all the jungle cruises you could take in the Amazon, دوين جونسون وأميلي بلانت في مغامرة جنجل كروز. But also the most thrilling. Heads up, coming through. They are able to accomplish this. We will be exposed. ليام نيسون ومغامرة الطريق الثلجي في The Ice Road. We've been sabotaged. Knowing if someone knows who I am. مسلسل ديكستر يعود بعد غياب ليكمل قصة سفاح العدالة. Bond. James Bond. بعد قرابة السنتين من التأجيل، السينما تستعد لجيمس بوند. شخصيا أجد أن الممثل دوين جونسون هو أحد الممثلين التجاريين بشكل كبير، وهذا الأمر لا ينطبق فقط عليه بل على عدد من الممثلين الآخرين، ومنهم على سبيل المثال ليام نيسون، وهو موضوعنا الثاني بالمناسبة في حلقة هذا اليوم. كذلك هذا الممثل ممتع حينما يجد عمل مكتوب بشكل جميل ومخرج يخرج الأمر بطريقة رائعة، ولذلك فهو على الأقل يمتلك بوادر الإمتاع على الشاشة وكذلك الكوميديا، فيما إذا كانت الكوميديا مكتوبة بشكل جميل. وبالفعل هذا ما حصل مع فيلمه الجديد في السينما جنجل كروز، واللي عرض مؤخرا في السينما حول المملكة. يشارك الممثل دوين جونسون الممثلة الرائعة أميلي بلانت، وهي أهم النساء الممثلات في الوقت الحالي بالنسبة لي لإتقانها الكبير لأي دور تقوم فيه، سواء كان جاد ودرامي أو حتى ساخر وكوميدي. خلونا في البداية نشوف بعض المشاهد الخاصة من العرض الدعائي الخاص بفيلم جنجل كروز، وبعد ذلك نعود للحديث بتفاصيل أكثر عن قصته وانطباعنا عنه. Look out! Marauders. Natives. قصة جنجل كروز تتحدث عن أسطورة قديمة، وهي شجرة أزهارها من المفترض أن تفعل المستحيل. على سبيل المثال، هذا المستحيل ومن أهم الرغبات بهذه الشجرة هي أنها تعالج أي مريض مهما كان مرضه. بالتالي هذه الشجرة هي كنز حقيقي لكل علماء النبات ولكل الأطباء، بل وحتى كل من يملكون أفكار شريرة لاستخدامها على سبيل المثال في الحروب. Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. The backside of water. It's the eighth wonder of the world. بالتالي شخصيتنا الرئيسية الأولى أميلي بلانت تسعى لإيجاد هذه الشجرة الإعجازية وتطلب المساعدة من قبطان قارب، وهو دوين جونسون في هذا الفيلم. Anjano, Frankie Moore. Mr. Nila, please don't call me that. I'm going to keep your engine. I got my money. Then you get it back. Frank owes me money. وعليها يذهب الاثنين، بالإضافة إلى أخ أميلي بلانت في هذا الفيلم، في رحلة مليئة بالمغامرة الخطرة وكذلك المناظر الرائعة والساحرة، في فيلم مليء بالكوميديا وكذلك المغامرة الجميلة. لعل من أبرز إيجابيات هذا الفيلم هي الكتابة الساخرة الكوميدية الجميلة كما أسلفت، حيث أنها كانت مكتوبة بشكل متقن لتظهر في سياق مناسب يناسب الأحداث التي عليها الشخصيات وتكون مضحكة بدلا من أن تكون محرجة. 10,000 to bring you there alive. Dead, it's 15,000. Why should I pay more dead? Dead, I'd have to carry you. Dead's a lot harder, lady. كذلك فيما إذا أتينا إلى الأداء التمثيلي، فقد كان جميل من أربعة ممثلين رئيسيين. أميلي بلانت كانت رائعة في دورها، وكذلك من يؤدي دور أخوها، بالإضافة إلى الممثل الرائع دوين جونسون ظهر بشكل كوميدي جميل في هذا الفيلم. Legend has it there is a tree in the Amazon that possesses unparalleled healing powers, and the arrowhead is the key to unlocking it. Stop her! Hello. كذلك من الممثلين الرائعين وهو رابع الشخصيات، شخصية جيسي بليمونز. هذا الممثل رائع جدا وأتنبأ له بمستقبل كبير لاختياره للأفلام الدرامية وجودته الرائعة في التمثيل، بالإضافة إلى دوره الجميل جدا الجاد في كوميديا ساخرة. Just wanted you to know this has been mislabeled. Shipping outlets.
بقية الأمور مثل جمال المؤثرات البصرية وكذلك الصوتية كانت في غاية الجمال والسحر، وهذا أمر ليس بالمستغرب على أفلام ديزني بالمناسبة. هذا الفيلم أشبه بمغامرة قراصنة الكاريبي قديماً، وهذا النوع من الأفلام تحديداً التي يتناول المغامرة في الأدغال دائماً ما يثير انتباهي، خصوصاً إذا ما كانت القصة جميلة. أما من حيث السلبيات، فعلى الأقل أستطيع القول أن الأدوار الشريرة في هذا الفيلم كانت دون المستوى. صحيح أن شخصية جيسي كانت في قمة الكوميديا، ولكن الكتابة نوعا ما للشخصية الأخرى كذلك المصابة باللعنة لم تكن أيضا بالعمق الكافي. هذه السلبية الوحيدة ربما تكون في هذا الفيلم الممتع جدا. وتقييم العمل بالمناسبة حتى الآن في موقع الطماطم الفاسدة أو روتن توميتوز هو 69، مع إيماني بأنه سيرتفع مع الوقت بمجرد كتابة مراجعات إضافية لأنه للتو قد عرض، وأعتقد كذلك أنه يستحق أكثر من التقييم الحالي. Here we go. العمل يعرض حاليا في دور عرض السينما في السعودية، وأنصح شخصيا بمتابعته في أكبر شاشة سينما ممكنة. اعتد دائما اعتبار الممثل ليام نيسون أحد ممثلي سينما الترفيه سينما فيشار، وعدم التدقيق بأي فيلم يقوم بأداء دوره الرئيسي فيه. هذا الأمر ساعدني بشكل كبير جدا في التصالح مع ذاتي ومتابعة تواجده السنوي في أكثر من عمل عادي، وبالتالي أصبحت تجاربي معه أقل حدة نوعا ما في هذه المصالحة الطبيعية مع ذاتي مع أدوار هذا الممثل التجاري البحت. وهذا الأمر وهذا التقليل وهذا التصالح حصل معي مؤخرا في فيلمه الجديد في آيس رود أو الطريق الثلجي. خلونا نشوف بعض المشاهد الخاصة بفيلم الطريق الثلجي، وبعد ذلك نعود الحديث أكثر عن قصته وانطباعنا عنه. The Ice Road هو فيلم مصنف بدراما وإثارة وكذلك مغامرة، رغم أن الدراما غير موجودة إطلاقا في هذا الفيلم. محاولات صحيح، ولكنها محاولات تبوء بالفشل من وجهة نظري. هذا الفيلم يأتي من تأليف وإخراج نفس الشخص، وهو المخرج جوناثان هينسلي، ويلعب دور البطولة فيه الممثل ليام نيسون. بقية الشخصيات الحقيقة غير مهمة. You heard about the cave-in? Yeah. I'm putting together a rescue mission. We have 26 trapped miners who are running out of air. I need 300 feet of pipe delivered up there in under 30 hours. Can you make it happen? قصة هذا العمل تبدأ بعد حادثة انهيار لمنجم الماس في أقصى شمال كندا. بسبب هذا الانهيار يتوجب على سائق أن يقود شاحنته في طريق جليدي وأجواء صعبة بل وشبه مستحيلة فوق محيط متجمد، فقط من أجل إنقاذ من هم محبوسين بداخل هذا المنجم. ومن هنا تبدأ القصة الفعلية لهذا الفيلم. تستمر القصة بعد ذلك لتصل إلى ذهاب الممثل ليام وهو بدور مايك مع أخيه المصاب بإعاقة ذهنية في هذه المهمة، وتبدأ الأمور بالتعقد خطوة بعد الأخرى، حيث يظهر أن هناك ما هو أخطر من الجليد في هذه المهمة أو هذا الفيلم. Says you had experience on the ice road. Yep. He's a mechanic. One of the best. Hey, Jesus. Give me 50 bucks. One of my drivers just became available. What's it for? Bail. ما بين الإيجابيات والسلبيات، فهذا الفيلم يصيبني بالإحباط الحقيقة، حيث أن السلبيات فيه غلبت بشكل كبير على الإيجابيات، رغم أني بالنهاية كنت أعرف قبل دخولي هذا الفيلم أن من أجل المتعة ولا أكثر. الفيلم أبسط ما يكون من حيث القصة، بل أنها تختصر في رؤوس أقلام، أما باقي الأمور فهي مجرد صراع مستمر وحشو للفيلم حتى نهايته. آمين. الشخصيات الرئيسية فيه 5،
وتتقلص سريعا بعد ذلك في أسرع الطرق الممكنة، وكأن الشخصية الخامسة مجبرة على الخروج من الفيلم بأسرع وقت وأسوأ سيناريو. لم يكن للدراما وجود مقارنة بالأحداث التصاعدية من حيث الأكشن على سبيل المثال، حيث أنها كانت هي الطاغية في هذه المغامرة. كانت هناك بعض الأمور الجميلة صحيح في هذا الفيلم، مثل الكشف عن مخططات خفية تجعل من المهمة ليست فقط طريق خطر بل أنها أكثر من ذلك بكثير. هذا الأمر يعتبر إيجابي في هذا الفيلم ولم أكن لأراه فعليا. I thought a leak has been falling for 5 weeks now. If they are able to accomplish this, we will be exposed. So the question is time. We've been sabotaged. على كل حال، ليام وأنواع أفلامه ذات القصة التجارية تظل مستمرة، ولا أعتقد أن أسلوب هذا الممثل باختياره للأفلام سيتغير في المستقبل القريب على الأقل. سيظل هذا الممثل يقدم أكثر من فيلم في نفس السنة بدون أي مجهود خاص بأدائه التمثيلي، وتركيز الأكبر سيكون تجاري بحت على الكم وليس الكيف. My brother is in that mine. This is personal. Now I'm angry. What the hell was that? الغريب أن أفلام هذا الممثل رغم أن نوعها أصبح معروف إلا أنها إلى اليوم لا تزال ناجحة تجاريا من حيث الأرباح. في كل مرة نعرف فيها أن الممثل يؤدي دور تجاري ومع ذلك يذهب الجميع لمتابعة أفلامه مرة بعد الأخرى، حادثة أو ظاهرة لا أعرف لها أي تفسير. Sweet Jesus, that ain't good. Spreading out. It's gonna keep cracking for 2 maybe 3,000 meters. We're gonna have to run tight together. Go. تقييمي لفيلم الطريق الجليدي أو The Ice Road هو 5/10. هذا العمل لا يزال بالمناسبة يعرض في دور عرض السينما السعودية في حال رغبتم بمتابعته حاليا. ثالث مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، ديكستر، مسلسل جريمة ودراما وغموض أمريكي عرض لأول مرة في شبكة شو تايم في 1 أكتوبر من العام 2006. انتهى المسلسل بعد 8 مواسم بثمان سنوات في 22 سبتمبر من العام 2013. هذا المسلسل كانت له كمية جماهيرية كبيرة وضخمة جدا، بل أنه كان واحد من أشهر المسلسلات في تلك الحقبة أو الفترة الزمنية، وللأسف لم تكن نهايتها مقبولة لدى أغلب محبي هذا المسلسل، وأنا شخصيا كنت أحد الغير معجبين بالنهاية رغم كوني متابع لهذا المسلسل لسنوات وسنوات موسم بعد الآخر. A better person would feel bad about LaGuardia's death, but the truth is it solved all my problems. How is that? She took LaGuardia's death kind of hard. We know they didn't seem all that close. لكن لنعود للحديث من البداية. ديكستر هو مسلسل مبني على سلسلة روايات تحمل نفس الاسم، واستند الموسم الأول على رواية ديكستر الغامض الحالم. هذه الرواية تعتبر أولى الروايات الخاصة بالسلسلة. في المواسم اللاحقة تطورت الأحداث الخاصة بالشخصيات، وكذلك أصبح المسلسل مستقل عن أحداث الرواية الأصلية، وتم استكمال المسلسل بناء على كتابة تلفزيونية من قبل الكاتب التلفزيوني جيمس مانوس. And I hate you for it. I shot the wrong person in that trailer. A crime scene might be the only place left where I can still control the chaos. Hey, what do we have? أما عن قصة المسلسل فهي تتكلم عن شخصية ديكستر مورغان اللي يؤدي دورها مايكل سي هول. هذا الرجل يعمل كفني في المختبرات ومحلل لما يعرف بلطخات الدم في مركز شرطة ميامي، حيث يكون في النهار فني مختبرات ومحلل لدى رجال الشرطة، وفي الخفاء في الليل قاتل متسلسل محترف يقوم بقتل المجرمين الفارين من العدالة. Back of the cranium removed. Looks like a piece of it has been scooped out. This is Dr. Evelyn Vogel. Evelyn is a neuropsychiatrist. She has written the definitive textbook on the brains of psychopaths. بالمناسبة هذا المسلسل شكل نقلة نوعية في طرح تساؤلات حول المعضلة الأخلاقية التي يقوم بها الممثل، حيث أن ما يقوم به يعتبر جريمة، ولكن بالوقت نفسه لا يقوم فيه إلا بعد التأكد 100% بأن المتهم المدان مجرم بالفعل وهارب من العدالة. بالتالي يظهر بأن ما يقوم فيه هو تحقيق العدالة للضحايا بنفسه بعد أن خذلتهم رجال الشرطة.
See this part here? That's the portion of the brain that processes empathy. And the hallmark of a psychopath is... They have no empathy. They have no empathy. المسلسل في أول موسم له بدأت شبكة سي بي سي بتعديله ليصبح ملائم للفئة التلفزيونية الخاصة فيها، خاص ب 14 سنة، ولكن بعد الموسم الأول توقفت عن ذلك ليكون على مستوى أعلى في الدموية والسوداوية. حقق المسلسل شهرة ناجحة وشعبية واسعة كبيرة جدا ما بين النقاد وكذلك المشاهدين على حد سواء. Dr. Evelyn Vogel, lecturer, just published her third book and the last person I need looking in my direction right now. I got a message you wanted to see me. The Bay Harbor Butcher. What was he like? الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع على سبيل المثال بثت في 13 من ديسمبر من العام 2009، ووصل عدد مشاهديها إلى حوالي 2.4 مليون مشاهدة. هذا الأمر اللي يعتبر رقم قياسي جدا للقناة، وجعل هذه الحلقة هي الأكثر مشاهدة على الإطلاق في قناة شو تايم. At yourself, you're lost. You are lost. تلقى مايكل سي هول العديد من الجوائز في هذا المسلسل والعديد من الترشيحات على تجسيده شخصية ديكستر، بما في ذلك جائزة الجولدن جلوب. كما ترشح المسلسل أيضا في خلال المواسم الأربع الأولى على الأقل لنيل جائزة الإيمي عن أفضل مسلسل درامي. بعد الموسم الرابع تقريبا بدأ المسلسل بالقلة في المستوى. You lost control out there, Dexter. Harrison! Harrison! في عام 2013 تحديدا 18 أبريل أعلنت شو تايم على شبكتها الاجتماعية بأن الموسم الثامن سيكون الموسم الأخير والختامي للمسلسل. حينها وصلت الحلقة الافتتاحية الحلقة الأولى للموسم الأخير إلى 3 ملايين مشاهدة في جميع القنوات العارضة. وبعد ذلك في الحلقة الأخيرة واللي عرضت في تاريخ 22 من سبتمبر في العام 2013 وصل عدد المشاهدين لها إلى 2.8 مليون، ما يقاربون 3 مليون تقريبا، وهو ذات الحلقة الافتتاحية في الموسم الأخير. ولكن النهاية كما أسلفت لم تكن نهاية جيدة، بل واعتبرها الغالبية نهاية سيئة لمسلسل عظيم، وأنا كذلك كنت منهم كما أسلفت. كما أن الممثل الرئيسي أيضا يشاركنا في نفس الرأي، الممثل مايكل سي هول خرج بعد ذلك ليصرح بأن النهاية لم تعجبه. بعد ذلك انتهت قصة ديكستر، ولكن بعد مرور 9 سنوات تقريبا تقرر أن يعود العمل في موسم واحد قصير وبعنوان مميز ب10 حلقات فقط لتعديل ما يمكن تعديله والختام بطريقة ممتازة. خلونا نشوف أول عرض دعائي لمسلسل ديكستر نيو بلد. But sometimes I have an urge too strong to ignore. Whoa. What is the problem? I kind of have a thing about blood. العمل قادم في حلقته الأولى بتاريخ 7 نوفمبر وسيكون بعنوان ديكستر نيو بلد. الجماهير تترقب العودة وتتمنى ختام جيد أفضل مما حدث في الموسم الثامن. نتمنى أن تكون كذلك. This is all about blending in. آخر مواضيع حلقتنا لهذا اليوم عرض دعائي جديد مثير لفيلم No Time To Die واللي صدر مؤخرا بمناسبة اقتراب عرض الفيلم بعد سلسلة من التأجيلات. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. في فترة ماضية من البرنامج تحدثت عن No Time To Die في أكثر من موضع، تحدثت عن تأجيل للفيلم ثم إعادة توقيت وبعد ذلك تأجيل من جديد إلى أجل غير مسمى. جيمس بوند No Time To Die الفيلم مر بمراحل تأجيل لأكثر من مرة، وكان من المقرر له أن يعرض في وقت أصلي في أبريل من العام 2020 الماضي. وبعد ذلك بطبيعة الحال بسبب كورونا تم تأجيل موعد الطرح إلى نوفمبر، ومن بعدها تقرر التأجيل لسنة إضافية أخرى بموعد مجهول. Faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. كان الأمر بالنسبة لنا كجماهير لشخصية جيمس بوند وكأننا غير مستعدين لختام السلسلة بتمثيل الممثل الرائع دانيال كريغ، واللي كان بالمناسبة ولا زال أحد أبرز مؤدي دور الشخصية الخاصة بجيمس بوند في تاريخ السينما من وجهة نظري.
world's moved on, Commander Bond. You a 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. No Time to Die يعتبر الجزء 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند على مر التاريخ، ويتكلم هذا الجزء عن الممثل دانيال كريك في رحلته 5 والأخيرة كعميل الاستخبارات البريطانية، حيث يتم تجنيده من جديد أو الاستعانة فيه من أجل مهمة أخيرة إضافية. I thought you two would get along. Name? Bond. العروض الدعائية لهذا العمل أصبحت أشبه بالتطعيمات الخاصة بالانتظار شيئا فشيء، حيث أنها هي الأخرى أصبحت نادرة بسبب الفترة الطويلة ما بين عرض دعائي وآخر بسبب فترة تأخر الفيلم نفسه. James Bond. So you're not dead. Hello Q, I've missed you. It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, I'm not going to lose. الآن أخيراً بعد استعادة السينما لعافيتها من جديد يقترب الجماهير لتوديع دانيال كريك كجيمس بوند، إلا في حال تغيرت الخطة بطبيعة الحال وقرر الممثل العودة بجزء ما بعد الأخير، فهذا الأمر لا نعرف حقيقة الاعتزال النهائي عن بعد. جيمس بوند license to kill history of violence. جيمس بوند No Time to Die الفيلم قادم للسينما السعودية كواحد من أكثر الأفلام المنتظرة وكواحد من أكثر الأفلام المؤجلة أيضا بسبب فيروس كورونا. هذا الفيلم قادم بتاريخ 8 أكتوبر المقبل والجماهير تترقب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كما العادة شكرا لكم على المتابعة، ونراكم بإذن الله في حلقة أخرى في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.